نحكي مع ضيفنا الدبلوماسي والسفير السابق سي نجيب حشانة. مرحبا سي نجيب. مرحبا، شكرا على الدعوة وعلى إتاحة الفرصة للتحادث في هذا الموضوع الهام، موضوع العلاقات التونسية الصينية. أشكرك أنت على قبول الدعوة سي نجيب وعلى ما ستفيدنا به في علاقة بهذا الموضوع، لأنه نسألوا سؤال ربما منطقي من خلال الأرقام. تونس والصين نحكيه على أفق التعاون ونحكيه على عجز تجاري مع الصين بحوالي 50%. صحيح، توا العلاقات بين الدول والتي تحكمها الأرقام يعني ماش لا عاطفة ولا علاقات تقليدية، ولا السنين وقتاش تعملت العلاقات وقتاش بدات العلاقات الدبلوماسية، هذا الكل شيء جيد إيجابي، لكن الأرقام تخلي الإنسان يبدي بعض الملاحظات، لأن هناك الحقيقة خلل كبير على مستوى التعاون الاقتصادي، التعاون السياحي، عكس ما هو متواجد مثلا في مجال التعاون الثقافي والرياضي. لابد هنا أن نعيد يعني البوصلة مع في العلاقة مع الصين، وأن نركز على الجانب الاقتصادي التجاري مثلا، لأن أكبر عجز سجلته تونس كما ذكر الأخ خليل هو مع الصين، والعجز هذا يعني يزن بكل ثقله على ميزان الدفعات، وما أدراك من ميزان الدفعات الذي يحدد قيمة الدينار التونسي. إذن المشكلة هنا لابد من إعادة التخطيط وإعادة وضع استراتيجية واضحة والتحادث بكل صراحة مع السادة والمسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. ونعرف وقعت زيارة مهمة في شهر ماي الفارط، يعني زيارة السيد رئيس الجمهورية في زيارة دولة، وكانت يعني زيارة دولة بأتم معنى الكلمة، ووقع الاتفاق على عديد الأشياء، ووقع أيضا الإمضاء على عديد الاتفاقيات. إن شاء الله يعني يقع متابعة هذا ما تم الاتفاق عليه بكل جدية، فهمت لها، وراء أن المقابلة الأخيرة يوم أمس أظن ما بين السيد رئيس الحكومة وسفير الصين اللي هو جاء بطبيعة الحال يقدم في التهاني ويذكر بالدعوة لحضور المنتدى الصيني الإفريقي، والتباحث حول العلاقات الثنائية، يعني خاصة المتابعة لما تم الاتفاق عليه في زيارة دولة لرئيس الجمهورية. كيف يمكن تجاوز هذا العجز التجاري سي نجيب؟ أنا نقول لك بكل صراحة يلزم يقع كما نقولوا خطة أو استراتيجية خاصة بالعلاقة مع الصين. علاش؟ أولا مع الصين عندنا عجز تجاري لا يمكن أن نواصل فيه. ثم الصين هي القوة الاقتصادية التي ستتبوأ العالم، كما خطط له الرئيس جين بينغ أن في 2049 يعني بمناسبة المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ستكون القوة الاقتصادية والتجارية الأولى. لهذا يلزمنا من توا نركز رواحنا خاصة عن طريق المبادرة المهمة جدا اللي هي مبادرة الطريق والش اسمه الطريق الحزام، الطريق والحزام فعلا يعني، أو الطريق الحرير الجديدة، لأن المشروع هذاك فيه عديد الإمكانيات نتاع الاستثمارية والتجارية والبنية الأساسية ونقل التكنولوجيا. أنا أرى مثلا فما نوع من التقصير من طرف الصين، لأن هي بتمر بطبيعة الحال بحريا، يعني هي خطر المشروع الكبير هذا اللي بدأ في 2013 فيه يعني حاجتين. الحاجة الأولى هي الطرق البرية، والحاجة الثانية هي الطرق البحرية لربط الصين مع البلدان الأسيوية والإفريقية والشرق الأوسط وأوروبا و نتاع المحيط الهادي أيضا. أنا لاحظت أن الصين اختارت مدينة تريست وجنوة في إيطاليا، لماذا لم يقع الاختيار على
احدى الموانئ التونسيه، واحنا باش يصبح عندنا ميناء مثلا نفيضه هذا المهم جدا، او زرزيس او بنزرت. يعني هنا لفت نظر خاطر باش نكونوا حقيقه في صلب الموضوع مع المشروع المستقبلي الذي سيبوأ الصين المكان الاولى من الناحيه الاقتصاديه من هنا ل 2049. هذه ناحيه. ثم من ناحيه ثانيه السوق، يعني كيف قرر الاخ معناها خليل ان الصين عدد سكانها 1.4 مليار. في 1.4 مليار سيدي فما 500 مليون مستهلك من الطبقه الوسطى اللي افرزتها النمو الاقتصادي الصين. يعني هنا لابد ان نفتح يعني الباب او على الاقل نافذه لتصدير، لان اصبح عندها كتله بتاع 500 مليون استهلاكيه ذات قوه يعني قدره شرائيه كبيره. ثم من الناحية السياحية عندك توا 75 مليون سائح، وباش يصبح من هنا لثلاث سنين أخرين 100 مليون سائح، وال 100 مليون أو 75 مليون حاليا يقع توجيههم بتعليمات من الحكومة الصينية. يعني احنا كي نجي نشوفوا شنو نلقاو، ما نلقاوش حاجة كبيرة يعني من السواح الصينيين. يعني لا يكفي معناها عنا عجز تجاري كبير، لا يكفي احنا تصديرنا ضعيف جدا مقارنة بالقدرة الاستهلاكية التي اصبحت تميز الشعب الصيني او المجتمع الصيني. ثم من الناحية حتى السياحية يعني ضعيف. ثم لا ننسى أن الصين هي أكبر دولة رقم واحد عندها ما يسمى بالليكيديتي، يعني الفلوس الاستثمارات المباشرة. علينا أن يعني نتفاهم، يقع تفاهمات مع الصين لاستثمارات مباشرة، لأن أحسن تمويل هو الاستثمار المباشر، لأنه كلفته تقريبا ما هش تداين، فهمتوا لها، لأنه كلها مشاريع تجي معناها تكون مشتركة أو برأس مال صيني، ماهوش تداين. ثم هذاك الاستثمار المباشر يجي معاه حاجتين، يجي معاه التكنولوجيا ويجي معاه التصدير. هذا علينا أن يعني نركز على هالليزاكس هذوما مع علاقاتنا المستقبلية في الصين، مع المحافظة على العلاقات الثرية الموجودة حاليا في مجال الشباب والرياضة وحتى البنية الأساسية. ما نساوش أن الصين من قبل بنات زوز سدود في الجنوب وبعض المستشفيات وقناة مجردة، قناة مجردة مش غلط، فهمتوا، لا عند قناة الصين هذيك، وعديد يعني مشاريع استثمارية مهمة وقعت في السابق. هذا حسب رأيي التوجه المستقبلي اللي لابد أن نركز عليه، لأن الصين ستصبح القوة الاقتصادية الكبرى في يعني مش غدوة لكن في 2049 كما خطط له جين بينغ، وهو يعمل بصمت لكن يعمل بفاعلية ونجاح. نحن مستقبلا باش يكون عندنا مشاركة في منتدى التعاون الصيني الافريقي 4-6 سبتمبر. عمليا انت كيف تمشي الى هذا المنتدى؟ شنو اللي يلزم يكون موجود بالنسبة لمخطط تونس لهذا المنتدى سي نجيب حشام؟ شوف احنا عديد المرات ناديو بالدبلوماسيه الاقتصاديه، هذه فرصه حتى نبرز اهتمام تونس بالدبلوماسيه الاقتصاديه. ايش معناها؟ معناها الوفد التونسي اللي باش يمشي لابد ان يكون من الناحيه الحكوميه الرسميه وزراء مكلفين بالشان الاقتصادي والبنية الأساسية، ثم لابد من حضور رجال الأعمال. راهو هذوك هما لو بيفو سنترال، القاعدة الأساسية والرافعة الأساسية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الصين. يعني هالمنتديات هذه راهي فرصة مميزة لتفعيل التعاون وإثراء يعني على المستوى الفعلي، نقول على المستوى الفعلي مش على مستوى الحديث والأمنيات والليزوبورتونيتي. هذا كلام الكل ما عادش ينفع، يزينا من الليزوبورتونيتي والبوسيبيليتي شبعنا منه كلام توا. صحيح، إذا كان نحكي على العملي والفعلي، أنت كدولة تونسية شنو اللي نجم توفره أو تهز معك مشاريع رجال الأعمال؟ هذا حبيت نقول لك، ورجال الأعمال كيفاش يمشيوا ومع
الوزراء السادة الوزراء وغيرهم ولا المديرين اللي معاهم يهزوا مشاريع محبوكة حاضرة باش يقدموها للمستثمر للسلطة الصينية. ثم مش كان للسلطة خاطر فما برشا ناس باش تحضر، فما عديد المؤسسات المالية والمانحة باش تحضر في المنتدى هذا، ما تفوتش الفرصة، واحنا ما لازمناش نفوتوا الفرصة، لازم نكونوا حاضرين بأتم معنى الكلمة وجاهزين، جاهزين باش مشاريع مدروسة حاضرة للإنجاز، ناقصة إلا التمويل. واضح، نشكرك برشا دبلوماسي وسفير سابق نجيب حشانة، كنت ضيفنا.